مرحبا حبايبي، كيفكن؟ إن شاء الله مبسوطين. اليوم وصفتنا هي حلى التمر، يلي مقاديره 2 كأس تمر، كاسة جوز، نصف كأس بندق أو لوز حسب واحد ما يحب أو حسب الموجود بالبيت، نص كأس من جوز الهند، نصف كأس بزر الشمس أو القرى. ورشة ملح. أخذنا الجوز والبندق حطيناه بمحضرة الطعام مشان نعمه شوي، وحطينا فيهم التمر بعد ما ننظفهم، طبعا ننظف اللبوة. وأنا هون محضرتي صغيرة، لذلك عملتهم على قسمين. إذا نحن بالشغل مشتغلهم كلهم مع بعض، نعملهم كلهم هدول الخلطة مع بعض المحضرة إذا كبيرة، بس هون أنا محضرتي صغيرة فانجبرت إنه أعملها على قسمين. قسمتهم قسمين كل شي ذكرناه حبايبي، البزر والجوز الهند والبندق والجوز والتمر، وهون عم نخلطهم مع بعض. نخلطهم بما ينسجموا كلهم مع بعض. عملت القسم الأول وقسمته لقسمين، هلا بدي أحط القسم الثاني كمان. نزلنا القسم الثاني كمان، نحطه محضرة الطعام وكلهم هيك نخلطهم منيح بعدين نحطهم مكان واحد كلهم، شوي ندعكهم مع بعض. نجيب صحن بيريكس حبايبي ونجيب ورق نحط على البيريكس ونمدهم عليه. هيك الورق بيساعدنا انه نساويه نساوي من كل الجناب، بعدين نفتحه ونحط عليه بزر القرع. او حسب ما تحبوا جوز، تحبوا انتو جوز حطوا، بس نحن بالشغل كمان نستعمل القرع. بنساوي هيك حبايبي، وبعدين محلات الفاضية بنحطهم بنعبيهم، يعني كلهم الوجه كله نعبيه، نتأكد انه كل محل مليان يعني، ومساوي كمان. وهيك بنحطه بالبر، بنحطهم بالبراد تقريبا اقل شي ساعتين حبايبي، وبعدين بنطلعهم من البراد حبايبي ومنقطعهم، وبعدين هيك بالورق نحن هيك بنعملهم بالشغل كمان، نقطع ورق وبالخيط هيك مثل نعطيهم ديكور هيك يعني. وهيك لبين ما يخلصوا كلهم حبايبي، هاي مو اجباري طبعا، اختياري، هاي حسب واحد ما يحب. وانا بحب كل شي نشتغله بالمحل حبايبي اعرضه على قناتي على اليوتيوب، ان شاء الله بيعجبكم شغلنا. ولا تبخلوا علي بلايك حبايبي. والسويدية بيسموها حلى الطاقة، لأن فيها كتير شغلات مفيدة وطيبة، وياريت تعملوها وتعطونا رأيكم. ويلا بحبكم كتير، إلى اللقاء.